مرة تانية رأيكم في أحداث الشوط الأول والمباراة بصفة عامة. بص، هي المباراة عامة أقل من المتوسط، وده طبعا وضع طبيعي بعد فترة توقف وفترة غياب، ومعظم اللعيبة الأساسية طبعا مش موجودين بالنسبة لنادي الزمالك. فيها كان فرصة زي ما قلنا في البداية، الكارديرون عايز يجرب بعض اللعيبة وده حقه، ويعني الماتش بالنسبة للزمالك يمكن ما كانش فيه فرص كتير استثناء كرة مصطفى فتح الشوط الأولاني، التسديدة اللي جنب العارضة وضربة الجزاء. يمكن إنبي كان عندهم فرص أكتر للتهديف أكتر من نادي الزمالك. لكن انت لما تيجي تتكلم انت يعني تخرج من الماتش برضك، انا في ايجابيات كده هنخرج من الماتش بيها، رغم اللي ان هي انا ايه؟ اللي هي مثلا مستوى محمد عبد الشافي بيثبت يوم بعد يوم ان هو لعيب مميز ولعيب كبير قوي. محمد عبد الغني فورمه كويسه، حسام عبد المجيد جاي مع الوقت، صغير وهيجي مع الوقت. في ناس، اسلام جابر عجبني اما نزل، لعيب كويس في نص الملعب، وفي ونجم الشوط الثاني اتحرك شويه، لكن كمستوى عام طبعا وضع طبيعي اللي انت ما بتلعبش بكل قوتك الضربه. برضك في لعيبه بقى لها فتره بعيده عن الماتشات زي زيزو وزي رؤى، برضك يمكن مستوى من النهارده 50%. لكن احنا يعني الحاجه اللي ممكن ما عجبتنيش قوي يا طارق ان الفرصه اللي اداها للناشئين قليله قوي. انت منزل الوقت تقصد الوقت الوقت اشراك الناشئين الدقيقه 78 يعني 12 دقيقة مثلا، نزلت سيف جعفر ونيمار وحسام أشرف، إيه المشكلة ما تديهم نص ساعة يلعبوا؟ دقيقة 78 بالظبط، 78 يعني اديهم نص ساعة يلعبوا واديهم شوط. احنا انا قبل الماتش ممكن الناس تتفق معايا تختلف، البطولة بالنسبة لي ما تعنيش المكسب، انا عايز اجهز لعيبتي، عايز اشوف الناشئين بتاعتي. ليه بتخاف؟ يعني انت ليه خايف تتغلب؟ تلعب، ما تخلي الناشئين دول يلعبوا وياخدوا وقت ونشوفهم وكده، نص ساعة، ساعة الا ربع شوط، ايه المشكلة؟